كابتن أسامة، انتخابات اتحاد الكورة يعني واخدة شكل جديد مختلف عن اللي احنا اعتدناه. الجمال عموميا انتفضت وقررت تعمل انتخابات بقائمة عشان يبقى في تفاهم بين المجلس كله، مش في صراعات زي ما كان بيحصل سنين طويلة. كمان اخدت قرارات الثمان سنين وحاجات كتيرة جدا غابت بسببها الوجوه القديمة برضو اللي كانت مسيطرة دايما على مبنى الجبلية. لكن وانتوا الحقيقه لقيت، انا لقيت اسمك موجود في قائمه كان بيتعرضها سامح فهمي، وفي القائمه الثانيه برضو ناس محترمين، الكابتن جمال علام. فقلنا هيبقى يعني انتخابات قويه، لانه برضو قائمه الكابتن جمال علام ليها ناس في الجمال العموميه، انتوا برضو ليكوا ناسكوا في الجمال العموميه، قائمتين يعني فعلا يعني يليق ان يتعمل انتخابات للاتحاد المصري لكره القدم بكل قيمته وعظمته من قائمتين كده. وبعدين انتوا قلتوا بكره هنقدم، اللي اعلن كده حتى رسمي من لا القائمه مظبوط وان هنعمل مؤتمر صحفي الساعه 3، ايوه اعتقد قلتوا كده 3 او 2 مش فاكر، وان انتوا هتعلنوا بقى عن البلان بتاعكم اللي هتشتغلوا عليه وهتقدموه للكره المصريه ومخططكم ايه الفتره الجايه. اتبسطنا جدا الحقيقه، قالوا ان القائمه كمان كان فيها ناس كويسه ومحترمه وناس لها قيمتها. يعني التاني يوم خلصت البرنامج بتاع البروجرام بتاع الراديو، وبعدها ما فاتش نص ساعة ولا ساعة اعتذار قائمة المنصب. ايوه مش يعني فسر لي الموقف. لا هو كان مسمينا اسم كويس، قائمة انكار الذات. قائمة انكار الذات. وحقيقة شوف هو ايه كان الهدف؟ الهدف كان فعلا انكار الذات، لان الشخصيات اللي كانت موجودة في القائمة بتاعت المهندس المحترم، حقيقة شخصية رائعة، مهندس سامح فهمي، كانت شخصيات فعلا عايزة تخدم صالح عام، منزهة، نظيفة اليد، سمعة طيبة، كل الحاجات دي كانت صفات لابد كانت تتوافر في الوضع للوضع الحالي، مع احترامي الشديد جدا لكل المشاركين وكل الموجودين في عايز يخدم الكرة المصرية. أكيد أنتوا حصل جس نبض لما أعلنتوا، أكيد في أندية كلمتكم، حصل جس نبض. لا طبعا طبعا، وتزكية كتيرة جدا من أندية كتير، وكانوا قد إيه سعداء بالتجربة، لأن معظم القائمة أو كلها حقيقة لم يسبق لها العمل في الاتحاد، وبعيد جدا جدا عن أي شبهة. يعني من ناحية إيه؟ من ناحية مثلا ارتباط أي اسم بشيئا ما داخل الاتحاد. تمام، يعني شركات مثلا تتعامل مع الاتحاد. أنت فاهم وعارف الدنيا ماشية إزاي. فده كان الدافع القوي فعلا، خدمة الصالح العام وتطوير لعبة كرة القدم. محمد، أهم أهداف اتحاد كرة القدم هو نشر وتطوير اللعبة في مختلف أرجاء المعمورة. يعني مصر فيها 27 محافظة، لا يعقل ان في الدوري الممتاز 11 ولا 12 فرقة في القاهرة. طب فين باقي المحافظات؟ فكان التركيز شديد جدا على ان يتعمل برنامج يفيد كل الأندية، يبقى من ناحية عدالة التوزيع في الموارد للموارد المادية، مسألة ان البث الفضائي والفلوس اللي بتيجي من إذاعة مباريات كرة القدم تغطي جزء بسيط جدا جدا من مصروفات الأندية لاحتياجات الأندية، ومعظم الأندية بدرجاتها التالتة والتانية والرابعة. تمام، بعض الأندية بتاخد 20 ألف. كابتن مع الرابطة دلوقتي مش مع الاتحاد. ما احنا بقى تعظيم هاي، ما انا جاي لك، هو هنا تعظيم دور رابطة الأندية. انت كنت مؤمنين بالفكرة جدا. بالعكس، ده احنا كنا عايزين. عملتوا اتصالات بيهم؟ لا ده كان هدف. تمام، كان هدف. ليه؟ لأن كان الهدف الأساسي إزاي يبقى في نوع من العدالة، ويبقى في ضغط على الشركة الراعية على أساس زيادة الموارد. يعني الموضوع مش مسألة إنك حطيت إكس أماونت أوف ماني، يعني جزء من الفلوس، وبتقول والله ده لفرق الأندية. الشركة الراعية مش قصة ضغط، قصة إن أنت هتقدم برضو أفكار جديدة عشان هنا المشاركة بقى. عشان يعظم بيها وكمان إيراداته كشركة. لازم، ما هو بيستفيد والأندية تستفيد. محمد، الدوري السعودي
السعودية 35 كم 17 ولا 18 مليون مواطن سعودي. خلي بالك اللي أنا بذكر الرقم، مصر أكثر من 100 مليون 18 مليون، يعني احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على قوة شرائية كبيرة جدا جدا بتتمتع بها مصر. لا الدوري المصري مش بس مصر اللي بتتابعه، انت بتتكلم دوري يعني متابع من كل الدول العربية في كل الدنيا. صح، لكن هنا ما انا بخاطب المعلن، المعلن هنا او الراعي او اي من المسميات. دي افكار قويه جدا، يعني احنا شغالين في هذا وعندنا المتخصصين. طب بقى حلو قوي، رائع. حصل بقى ايه؟ فجأة اعتذرت. تمام، ليه؟ لما بدينا نفكر في الموضوع، تمام، الوقت كان ضيق جدا يا محمد، وهنا لازم نرجع بس بعد ما نخلص الجزئيه دي، ان ما حدث مسرحيه. يعني القايمة بتاعت الأستاذ جمال علام، مع احترامي الشديد وهو صديق وإحنا أنا على تواصل دايما معاه، تقدر تقول عليها معينة، يعني قايمة تمت. ما أنا هجيلك بقى، ما أنا هجيلك، بس خليني أخلص من الجزئية الأولانية اللي هي إسهام قايمة المهندس سامح فهمي في تطوير لعبة كرة القدم بشيء من التركيز الشديد جدا لمصلحة الأندية. خلي بالك تمام، مش مصلحة نادي أو اثنين أو ثلاثة، معظم الأندية أو كل الأندية. جينا يا محمد بدينا بقى نلم بقى أوراقنا بطريقة سليمة، وأنا حقيقة كنت واحد من الناس مركز جدا جدا على أن الكل يستوفي شروط الترشيح من خلال الأوراق الرسمية. فشو خلي بالك في ضيق في الوقت، ولكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نسرع علشان خاطر نبعد عن المشكلة دي ونجهز أوراقنا. فوجئنا بعد كده إن أحد يعني نجوم اللعبة في مصر طلبنا منه إنه على الأقل يمدنا بالشهادة الجامعية، لانه قال ان هو عنده شهاده. كان معاكم في الاسماء كابتن احمد حسن. بالظبط كده، وكابتن احمد حسن ما كله عارف بقى الموضوع. كان موجود، هو كان موجود من نجوم الكوره معاك يعني. على فكره يا محمد، احمد حسن انا اللي لعبته في الاسماعيلي سنه 95 لما جالي من مغاغه، وانا كنت ماسك النادي، كنت مدرب الاسماعيلي وقتها، كنت انا المدير الفني بتاع النادي الاسماعيلي، واخدته معايا تونس، اخدته معايا تونس ماتش الترجي تمام، اللي كسبناه 1-0 في تونس تمام. يعني انا عارف احمد كويس قوي، وحتى وقتها انا سالته يا احمد شخصيه جميله وشخصيه جدا جدا ومؤدب ولطيف وحاجه كبير يعني. حاجات جميله يعني، فخلاص انا عارفه كويس، فاعتمدنا على ان الامور ماشيه صح. فوجئنا بعد كده ان ما فيش شهاده جامعيه، فبالتالي شوف ضيق الوقت. ما فيش ولا كان بيقول بكره 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 ما جابش؟ لا ما جاتش، انت واخد بقى، ما جاتش. فالمهندس سامح قال لا احنا ما نقدرش. ليه بقى؟ لان احنا عندنا مجموعه هنقول 9 تمام، وكله مستوفي الاوراق، ولما بيبقى في حد احتياطي انت لا تعول عليه كثيرا، لكن على الاقل انت راضي بالمجموعه الاساسيه والكل معروف والكل. بس انت معاك كابتن 3 احتياطي، لو واحد حتى حصل له حاجه ما تاخد من الاحتياطي في المرحله دي؟ صعب في المرحله، لان احنا داخلين باسماء قويه تمام، وبالتالي كل تجيبه بديل يعني كان صعب جدا، كان صعب جدا. يعني مثلا ان الكابتن احمد حسن ما جابش الشهاده الجامعيه بتاعته وقال بكره بكره بكره، كان سبب احد الاسباب لا احد الاسباب، انا بقول لحضرتك احد الاسباب الرئيسيه تمام. ضيق الوقت يعني، خلي بالك احنا جمعنا بعض كده وقت في 5-6 ايام واجتماعات يوميه والى اخره، لكن ما زال الوقت ضيق تمام. تعال بقى للقايمه، او مع احترامي الشديد جدا جدا طبعا لقايمه الوقت. ليه يا كابتن؟ ضيق الوقت ما فيش وقت يا محمد، انت لازم تجهز حاجات كتير جدا. ليه ايه؟ تمام، الاوراق بتاعتك تمام، الاوراق ايه؟ الاوراق شهاده التخرج، مفيش وتشبيه، الناس شهاده الجيش، اقناع الناس، مفيش حاجه تانية. لا يا محمد، لا ده الموضوع مش سهل. اقناع يعني مثلا انا بنزل انتخابات، المهندس وعارف. شريف حبيب، ما احنا كان اتصلنا بيه وشخصيه جميله جدا طبعاً، وليه باع كبير جدا في نادي المقاولين العرب طبعا، وكان محافظ يعني ومحافظ بني سويف وكده، وجي وحضر معانا الاجتماعات وكده، بعد كده ظروف ما يعني، شوف انت هنا
بتخاطب. يعني اقصد برضه ضيق الوقت في ايه؟ يعني يعني ما انا بقول لك اهو معاك فتح باب الترشيح كان معروف من قبلها مسبقا بفتره. لا ده فجاه. لا ما فجاه يا محمد، ما هو ايه اللي حصل؟ خلينا نرجع بالذاكره كده تمام. هو امتى قرر احمد مجاهد انه يعمل؟ بعد ما رجع من قطر والناس كلها منتظره ان لا مش بعد ما رجع من قطر اعلن، كان معروف فتح باب الترشيح امتى؟ ما هو انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على فتح باب الترشيح والانتخابات 5 يناير. ما هو انت عندك الفتره دي كلها كان الاعتقاد السائد ان مش هتتم في خلال اسبوع، صعب انت واخد بالك. لكن كان هنا كان في فكر مسبق تمام في الجبلايه بتكوين مجموعه. خليني اسال حضرتك برضو عشان خاطر يعني في دي بيبقى فيها اختلاف شويه. لا اتفضل. لما الانديه اصرت ان هي تغير ملامح اللائحه في بنود مهمه جدا زي الانتخاب بالقائمه تمام، هل انتم ما كنتوش اساسا وقتها فكرتوا تاخدوا الانتخابات؟ يعني الفكره دي طرقت خالص فجأة يعني طرقت عليكم؟ يبقى طب طرقت ليه فجأة؟ تمام، لان كان الواضح على السطح ان في قائمه تعد في الجبلايه. مين اللي هيعد يا كابتن؟ ما هو مين اللي لا ما هو انت مش عارف الجبلايه يا محمد، هو فين هنا بريده وفين احمد مجاهد معلش حتى لو هيعد يا كابتن، ما انت لازم تخوض معركه انتخابيه، ما حلاوه الانتخابات في المنافسه ما كانش في الحسبان في الوقت ده، خد بالك. ما انا بجاوبك بصراحه، ما كنتش عامل حسابك تنزل. لا 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 خالص اطلاقا، ده اللي انا اقصده بقى انه دخل الوقت كده من عندكم. يعني في الوقت ده دي الوقت من عند، يعني انا لو مكانك او مكان الناس يعني اللي معاك او مكان من صاحب الفكره في هذا الموضوع، كنت من وقت ما انا لمست ان الانديه هتغير في اللائحه، وانا قلت على الهواء ان الانديه هتغير ما الانديه نجحت في التغيير. وانا قلت هتغير وكان نجحت. واضح ان في اصرار جماعي، يعني الناس كل يعني 111 نادي ولا 110 كلهم قالوا، ما حدش اعترض حتى على البند اجماع. من هذه اللحظه كان لازم تطرأ الفكره وتجهز ورقك بالراحه وتجهز. ما حصلش. ويعلن بقى يعني يعلن بقى احمد بجد قبلها ب 10 ايام، قبلها بسنتين، قبلها بثلاث ساعات. ما حصلش محمد، ما حصلش. ما حصلش ليه؟ لان كان ما كانش فيه النيه في الوقت ده. شوف حضرتك بتكلم ايه، من ساعه ما الجمعيه العموميه عملت تغيير في اللائحه في اشياء كتير جدا تمام، الكل انتظر منهم المجموعه بتاعتنا، ما كانش فيه الحسبان في الفتره دي ان حد هيخوض الانتخابات. لكن ده اللي انا قصدي عليه بقى. لا ما كانش، ما انا بقول لك بصراحه كان لازم الكلام ده يجهز يا كابتن. اتحاد الكوره مساله مش سهله، انتخاباته مش سهله، والتواصل مع الجمعيه العموميه مش سهل. معاك لكن في فرصه معاك، لكن كان الكل يعني مش ماسك. كان الكل في الوقت ده يا محمد بالنسبه للمجموعه بتاعتنا يعني كان بعيد جدا جدا عن فكره ان هو يخوض انتخابات اتحاد الكوره تمام. لكن لما بدات الاسماء تطرح والوقت اصبح ضيق جدا، خلاص ضاق. ها ضاق الوقت، ضاق الوقت. لما ضاق الوقت ايه والفكره واتجمعت المجموعه واتجمعت كده بسرعه حقيقه لهدف كان جميل حقيقه. واصل انت بتكلم ايه على مجموعه قيادات ليهم تخصصات في كل مختلف مجالات الكوره بالذات تمام، فشغلهم معروف. لكن ضيق الوقت والاستعداد وتجميع المجموعه يعني واقناع القيادات دي اقناعهم كان ضيق. كلها اسماء كبيره طبعا. كان ضيق يا محمد، كان ضيق صحيح. لكن قبل كده من ساعه لما الجمعيه العموميه اعلنت التغييرات في اللائحه والاشياء دي كلها ما حصلش. انا بقول لك ما حصلش لان ما كانش طيب. في حد عنده استعداد في الفتره دي. وما حدث حدث خلاص صح، وما حدث حدث خلاص. تمام، واصبح هناك في امر. يبقى انا عندي هنا ضيق الوقت وعندي عدم استيفاء اوراق الترشيح، الشروط الكابتن احمد حسن تمام.